مراتب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة لها مراتب خمسة: الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرة الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة والأخيرة إنذار كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس إلى آخر الدهر. فكل من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو في النار مخلد خلود أبدي.